الرحيم. عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد. أولا في البداية أهني أكاديمية جهة الشرق على احتلالها المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في نتائج البكالوريا، وكذلك التهانينا الخاصة لمندوبية إقليم الناظور اللي احتلت المرتبة على الصعيد الوطني على صعيد الجهة. اليوم احنا متواجدين هنا في مطار العروي، مطار الدولي، لانطلاقة لأول رحلة ستربط ما بين مطار العروي الناظور والدار البيضاء. هذه الرحلة هذه اللي غيكون الثمن ديالها 300 درهم ذهبا و300 درهم ايابا. هي كمرحلة أولى لعقد يمتد لثلاث سنوات قابل للتجديد، وكذلك يعني هذا الربط كذلك سيربط ما بين المطار العلوي ومطار ابن بطوطة طنجة بمدينة طنجة. كما سمعتوا صرحت المديرة العامة لشركة العربية أن ابتداء من شهر أكتوبر ستبدأ هذه الرحلة في انتظار إمضاء أو توقيع الاتفاقية مع جهة طنجة الحسيمة، ما بين جهة طنجة الحسيمة والخطوط العربية، في انتظار إن شاء الله في الأيام المقبلة. كذلك سيتم عقد اتفاقية مع شركة الخطوط الملكية المغربية لربط كذلك مطار العروي الناظور بالدار البيضاء في بأثمنة غتكون جد كذلك منخفضة. سيتم إن شاء الله البحث على هذه الاتفاقية في الأيام المقبلة أو الأسابيع، يعني على أقدر يعني أبعد تقدير. كذلك نحن في مفاوضات مع يعني شركات طيران جوية لربط مطار العروي الناظور بمدينة مالاغا ومدريد، في انتظار إن شاء الله هذه الأجوبة، لأن المطار ديال العروي الناظور اليوم النظر الأهمية ديالو اللي كيتميز بها، وكذلك هناك بناء ديال الميناء الكبير غرب المتوسط، هذا اللي يعطي واحد الدفعه كبيره لهذا الاقليم ديال الناظور وكذلك اقليم الدريوش. يعني من تكلموا على الميناء ديال الناظور المتوسط الكبير، هو هذا الميناء ديال الجهه، ولكن اللي كيستافد منه مباشره هناك اقليمين هما اقليم الناظور واقليم الدريوش. سبقنا في اول زياره ديالنا لهذا الاقليم هذا وقلنا بان اقليم الناظور سيكون القاطره، ويوم بعد يوم يتاكد أن فعلا ستكون هذا الإقليم مدينة الناظور ستكون قاطرة في الاقتصاد وقاطرة في التنمية لجهة الشرق. يعني هذا الكلام ديالنا بدا يتأكد يوم بعد يوم إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله في الأيام المقبلة والشهور المقبلة والسنوات المقبلة احنا متأكدين باللي غادي فعلا غادي يكون هذا الإقليم عنده واحد الدور كبير في التنمية ديال الجهة. وشكرا. ليلى مشبال، المديرة العامة طيران العربية المغرب. اليوم سعيدين بإطلاق خط جوي جديد ما بين مدينة الناظور ودار البيضاء بمعدل جوج مرات في الأسبوع، واللي غادي يكون يومي الجمعة والأحد، واللي قدمناه بثمن تفضيلي للمسافرين في حدود 300 درهم للذهب. هذا الخط كي جاء تحت طلب جهة الشرق من أجل خلق خطوط جهوية جديدة إن شاء الله لتعزيز الوجهة ديال الشرق للناظور، وإن شاء الله لما لا وجد في المستقبل إن شاء الله. هذا الخط الأول هو ديال دار البيضاء الناظور، وغادي يكون خط ثاني ديال الناظور طنجة اللي غيعرف انطلاقه ديالو في اواخر اكتوبر 2018 ان شاء الله. هذا الخط غادي نقومو بتسييرو عن طريق طائره الايرباص A320 واللي عندها سعه ديال 174 مقعد،
اللي هي سعة كبيرة جدا إن شاء الله كنطمحوا من خلالها لتسويق الجهة والتعريف بالشواطئ ديال المنطقة ديال الناظور وديال السعيدية اللي الحمد لله كتسخر بعدة مناظر خلابة واللي السياح ديالنا المغاربة باقي ما كيعرفوهمش. وبهذا الثمن التفضيلي إن شاء الله كنتمنوا أننا نعزوا تسويق ديال الجهة إن شاء الله.